عشان نعرف تفاصيل اكتر عن اجواء ما قبل المباراه والكواليس هنروح لشبكه مراسلينا كريم من فندق قائم كريم احمد من فندق اقامه الاهلي ومحمد توفيق من ملعب المباراه. برحب في البدايه كريم، برحب بيك على شاشه الاهلي وعايزين نعرف ايه اخر الاجواء عندك. كل التحيه ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب طبعا بكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر النهارده ومتعطش يشوف اول 3 نقاط من ال6 نقاط المتبقيه لحسم لقب بطوله الدوري العام. يعني ان شاء الله باذن الله دعواتنا للاعبين والجهاز الفني النهارده، بنتمنى نشوف الاصرار والجديه والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي نشوفها في 90 دقيقه النهارده، هتفرق معانا بشكل كبير جدا، نقدر ناخد 3 نقاط اولين، ثم ان شاء الله مباراه الاتحاد السكندري القادمه تكون مباراه التتويج لفريق النادي الاهلي. لكن لو بطمنك كابتن ايمن كالعاده طبعا على الاجواء الكواليس الخاصه فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه النهارده، طبعا يوم اعتيادي لفريق النادي الاهلي، احنا عارفين النهارده الجمعه بدا اليوم بصلاه الجمعه، لعيبه النادي الاهلي توجهت جميعا الى احد المساجد القريبه هنا من فندق الاقامه، وعقب انتهاء صلاه الجمعه مباشره عادت الى فندق الاقامه. النهارده كالعاده طبعا يعني افطار صباحا بيكون 10 صباحا، وجبه غداء 2 ظهرا، ومحاضره فنيه اخيره في هذه اللحظات. يعني اقدر اقول لك ان بالفعل مستر ريني فايلر مع اللاعبين في المحاضره الفنيه في هذه اللحظات بيحط بقى الرتوش الاخيره والتشكيل اللي هيخوض بيها هذه المباراه. الامور كلها مطمئنه بشكل كبير جدا، يعني النادي الاهلي مركزه ومعنوياتها مرتفعه، عندها هدف كبير جدا، طبعا الهدف الاول هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، والهدف الثاني النهارده اداء ونتيجه ان شاء الله نشوفه في مباراه اليوم. عارفين ان فريق الاسماعيلي عنده دوافع كبيره، ما بنتكلمش على الترتيب، ما بنتكلمش على كل الامور دي، لكن بنتكلم ان فريق الاسماعيلي عنده رغبه كبيره، فيمكن ده اللي اكد عليه مستر ريني فايلر بعدم الاستهانه بهذه المباراه. لابد يكون مركزين بشكل كبير جدا، وده اللي بنعمله النهارده في مباراه اليوم من لاعبي النادي الاهلي. النهارده طبعا كالعاده الجوله 26 من بطوله الدوري العام، النادي الاهلي هو منظم هذه المباراه، احنا عارفين مباراه الاسماعيلي مباراه الاتحاد مباراه المصري بتكون على استاد برج العرب، لكن تنظيم النادي الاهلي فاكيد ما بنتكلم على تنظيم النادي الاهلي، الامور كلها ان شاء الله تمشي بشكل رائع ومميز كعاده تنظيم النادي الاهلي. النهارده كالعاده طبعا عندنا غيابات عديده، لكن عندنا لاعبين عايدين اكيد طبعا، يعني الخبر اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي هو تواجد محمود عبد المنعم كهربا في قائمه هذه المباراه. انتهت خلاص ال10 مباريات بمباراة حرس الحدود الأخيرة، النهارده كهربا متواجد في قائمة المباراة، بنتمنى مع سير المباراة إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق فيها، ياخد بقى جرعة من المباراة اليوم. يعني أنت عارف يا كابتن أيمن بخبرتك الكبيرة مهما كانت التدريبات هي المباريات هي اللي هترجع كهربا وغير كهربا إن شاء الله لفورمة المباراة، لأن عندنا منطلق أفريقي كبير جدا ومباراة أفريقية على غاية فيها الأهمية، بنتمنى يكون كل اللعيبة جاهزة إن شاء الله في هذه المباراة وعلى رأسهم بالتحديد كهربا. غيابات أيضا كمان للرؤية الفنية صالح جمعة طبعا ومحمد شكري ومحمد فخري، رؤية فنية لمستر فايلر، ويستمر ايضا كمان للتاهيل حسين الشحات ومحمد محمود. ان شاء الله باذن الله نامل ان خلاص بقى مرحله التاهيل بالنسبه لحسين الشحات هانت بشكل كبير جدا، محمد محمود هانت معاه ان شاء الله الفتره اللي جايه، كل اللعيبه دي باذن الله النادي الاهلي عايزينه في مباراه يدخل بقى جاهز، وكل اللعيبه تكون جاهزه ان شاء الله في المباريات القادمه. كل الامور ماشيه بشكل مطمئن وماشيه بشكل جيد جدا، رغبه كبيره النهارده للفوز باذن الله، زي ما اكدنا وقلنا 6 نقاط هيفرقوا مع النادي الاهلي ويقدر ان هو يحصد لقب بطوله الدوري العام لقب 42. النهارده تكون البدايه، ويوم الاتحاد السكندري باذن الله مباراه يوم الاثنين ان شاء الله يكون هو يوم التتويج لفريق النادي الاهلي. وكالعاده اكيد يا كابتن ايمن هنتابع من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل الكواليس والاخبار سواء في فندق الاقامه، وصلنا ان شاء الله لملعب المباراه ننقل لك برضو الاجواء هناك ونقول التشكيل ان شاء الله اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه. عودي لك يا كابتن ايمن، ولو فيها استفسارات اتفضل يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كريم، ومن فندق الاقامه نروح لملعب المباراه والزميل العزيز محمد توفيق. ايه اخر الاخبار عندك يا محمد؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري العام المصري ومباراه الاهلي والاسماعيلي في اطار مباراه الاسبوع 26 من الدوري الممتاز. يمكن مباراه اليوم النادي الاهلي برغم انه بيدخل المباراه في المركز الاول ب 68 نقطه وبيواجه الاسماعيلي صاحب المركز العاشر ب 30 نقطه، الا ان مباراه الاهلي والاسماعيلي تبقى مباراه قويه لا تغيب عنها المتعه ولا ينقصها الاثاره، فهي مباراه بين اكبر يعني ناديين من اكبر الانديه في مصر والوطن العربي، مباراه جماهيريه تنتظرها جميع الجماهير المصريه مش بس جمهور النادي الاهلي. فيما يخص الاجواء داخل الملعب هنا، يمكن ارضيه الملعب في حاله جيده هنا داخل استاد الجيش ببرج العرب، درجه الحراره النهارده في الاسكندريه درجه مناسبه جدا لمباراه كره قدم نتمناها تخرج مباراه قمه تليق باسم الفريقين. الاجواء هنا كلها يعني تبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه جميله داخل الملعب، يمكن تعزيزات امنيه مشدده مع التاكيد على عدم السماح بتواجد اي شخص غير مسموح للتواجد داخل ملعب المباراه. يمكن اول الحاضرين كان لملعب المباراه النهارده كابتن ايمن كان طاقم التحكيم بقياده الكابتن محمود عاشور ومساعدينه محمد محمود لطفي مساعد اول وعمر فتحي مساعد ثاني واحمد عبد الله حكم رابع وحكام الفار محمود ناصف ومحمود ناجي. كل الاجواء هنا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله تبشر ان احنا هنشوف مباراه
التليق باسم الفريقين الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن الترتيب. تبقى مباراه كبيره بين ناديين كبار ان شاء الله. نشوف مباراه كبيره النهارده ويبقى اول 3 نقط من الست نقط المتبقيين للنادي الاهلي، وان شاء الله المباراه القادمه امام الاتحاد ومباراه التتويج بدرع الدوري الثاني والاربعين. الكلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق، واكيد متصلين مع بعض لحد نهايه اللقاء.